الوسط في أسبوع. الوسط ليبيا. ميناء الزويتينا يعلن جاهزيته لاستقبال ناقلات النفط. أعلن مسؤولو ميناء الزويتينا الليبي استعدادهم لاستقبال ناقلات النفط لتحميل الخام فور توصل الحكومة لاتفاق ينهي حصار الموانئ النفطية. مصر تأجل النظر في منع تسليم أنصار القذافي إلى ليبيا. أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر يوم الثلاثاء النظر في دعوى طالبت بمنع تسليم أنصار القذافي وعائلاتهم اللاجئين في مصر إعمالاً لمواد القانون والاتفاقات الدولية إلى جلسة الثالث من يونيو المقبل. مقتل عبدالله الفار أحد قياديي تنظيم القاعدة في درنة ليبيا. عثر ليلة الاثنين في منطقة كراسا قرب مدينة درنة الليبية على جثة علي عبد الله بن طاهر الشهير باسم الفار القيادي البارز في تنظيم القاعدة في ليبيا. العصيان المدني بين الإرباك ومصلحة الوطن. تشهد مدينة بنغازي منذ يومين حالة من العصيان المدني تلبية لدعوات أطلقتها منظمات المجتمع المدني لإجبار المسؤولين على تنفيذ مطالبهم. الوسط عربي ودولي. كيري الضربة الأمريكية لسوريا كانت ستفشل في وقف الحرب الأهلية. أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الضربة العسكرية التي هددت بها الولايات المتحدة الصيف الماضي عقاباً للرئيس السوري بشار الأسد كانت ستفشل في وقف الحرب الأهلية في سوريا. فرنسا تؤيد إجلاء المسلمين في أفريقيا الوسطى. أعلنت فرنسا يوم الثلاثاء تأييدها إجلاء المسلمين الذين يواجهون تهديدات في جمهورية أفريقيا الوسطى كحل أخير. بالصور حملة السيسي تتسلم توكيلات مقيمين بالخارج وتلتقي مشايخ سيناء. تسلمت حملة المرشح المحتمل للرئاسة المصرية المشير عبد الفتاح السيسي الثلاثاء 8 أبريل الدفعة الأولى من توكيلات حررها مصريون مقيمون بالخارج لصالح المشير. الوسط ثقافة. مثقفو العاصمة يقدمون مبادرة طرابلس عاصمة للثقافة العربية. صحف الثورة بين غياب التمويل والاحتواء السياسي. بوكليب والكيكلي يشاركان بندوة الأدب المغاربي. الوسط منوعات. الزرافة كياه تموت في إكلاهما أثناء جراحة حرجة. بالفيديو الجوع يهدد الحيوانات في قصر رئيس أوكرانيا السابق. حارس بقصر باكنغهام يرفع بندقيته في وجه مدني. تابع المزيد والمزيد من الأخبار والمقالات والحوارات في بوابة الوسط الإلكترونية. كل ذلك عبر www.alwasat.ly. ولا تنسوا زيارتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وقناة الوسط يوتيوب وتويتر وإنستغرام. الوسط نافذتك على العالم.